أنا أعتقد على أن المغرب إدراكا منه بأن مسألة حقوق الإنسان هي مرتبطة بشكل كبير بمسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الآن إدراكا منه بأن هذا المجلس له دور فعال وحيوي جدا في إرساء ثقافة وشريعة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وفي تحسيس الأنظمة السياسية والدول بضرورة ترجمة الشريعة حقوق الإنسان، ضرورة ترجمة الاتفاقيات الدولية على مستوى القوانين الداخلية وعلى مستوى دساتير هذه الدول، ووعيا من المملكة المغربية بأن دول الجنوب التي هي في حاجة ماسة لتحقيق هذه المراكمة التاريخية فيما يتعلق بالديمقراطية وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، ينبغي لهذا المجلس أن يكون فعالا لناحية أجرأت هذه المرامي وهذه الأهداف داخل المجلس من خلال هيئات ديمقراطية، من خلال هيئات فاعلة. وفي نفس الآن المغرب خلال الفترة القادمة بطبيعة الحال سيحاول أن يفعل العمل المتعدد الأطراف، العمل المشترك، وانطلاقا من كون أن هناك تقاطع ضروري ما بين منظمات الأمم المتحدة سواء التي تعنى بمسألة السلم والأمن الدولي أو المنظمات التي تعنى بمسألة التنمية المستدامة أو القضايا المتعلقة كذلك بالمناخ، على اعتبار أن حقوق الإنسان هو مرتبط بالقارة بالكرة الأرضية بشكل عام، هو مرتبط بالقضايا الملحة والمرتبطة بالتنمية كما قلت. وبالتالي مبدأ كونية حقوق الإنسان وعالمية حقوق الإنسان يفترض أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة قوية، ونحن نعيش على إيقاع أيام لانعقاد الجمعية العامة، وهي بالمناسبة محطة لإثارة كل القضايا المرتبطة بالاهتمام الدولي والاهتمام العالمي، وبالتالي حقوق الإنسان والديمقراطية هما حاضرتين في أعمال الجمعية العامة.